بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا فلهم أجر غير ممنون فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.